المتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة عن رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال. لنتعرف من خلال هذا العنوان على كيفية الإيمان، كذلك أيضا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كيفية ذكر الله جل وعلا في العشر الأواخر من رمضان، وما آل إليه رمضان إلى الآن. الأحبة في الله، يقول ربنا جل وعلا في كتاب العزيز: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ويقول أيضا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول أيضا جل شأنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذا نظرنا إلى ما ذكرناه من الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى أعطى للمؤمنين ما لم يعطي لغيرهم، لأن هناك منافقون وهناك مشركون أو كافرون أو ملحدون أو غير ذلك، إلا أن الله جل وعلا عندما ذكر المؤمنون قال: من المؤمنين رجال، هؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من هؤلاء الرجال أنس بن النضر، هذا الصحابي الجليل لم يشهد وقعة بدر، فقال: والله لئن حييت وأمكنني الله وشهدت الغزوات والحروب لأرين الله مني ما لم يستطع أحد أن يفعله. فجاءت غزوة أحد، وعندما تخلى الرماة عن جبل الرماة وانقلب خالد بن الوليد وكان في جيش المشركين وصعد الجبل وتمكن من ظهر المسلمين وأمعن فيهم القتل، وجد أنس بن النضر وسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فمر على صحابة عمر بن الخطاب سعد بن معاذ وغيرهم، فوجدهم جالسون، قال لهم: لا حياة ولا هناء بعد رسول الله، على ما تجلسون ورسول الله قد قتل، هيا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يشجعهم وأخذ يشد من أزرهم وقال مقولته التي قالها: والله لأرين الله مني ما لم يريه أي من الناس. فدخل المعركة وشاهد أمامه سعد بن معاذ وقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة، والله إني لأشم رائحة الجنة، وإني الآن في الجنة. يعني هذا، يعني تتخيل المنظر، كيف إنسان على الأرض يشم رائحة الجنة؟ سبحان الله، يعني مش عاوزين نعدي الكلام كده وخلاص، لا، إني والله أشم رائحة الجنة. وهو في الدنيا، هو في الدنيا سبحان الله يقول أشم رائحة الجنة، فكأنما يعلم بأن استشهاده ووفاته في هذه اللحظة، وأيضا يبشره المولى جل وعلا برائحة من رائحة الجنة. شوفوا من كرم ربنا على العباد إن صحابي جليل يشم رائحة الجنة وهو في الدنيا. قمة الإيمان، قمة التوكل على الله. والله إني لأشم رائحة الجنة وإني لأموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لم يتيقن أن رسول الله قد مات، ولكن سمع، فلما سمع قال: لا هناء بالعيش بعد رسول الله. هو بعد رسول الله يبقى العيش لها لازمة؟
ملهاش لازمة خلاص بعد ما يموت الكبير بتاعك أو حبيبك أو صفيك، تلاقي إن الدنيا كده سودت يعني بقيت الأمور صعبة. فقال لها أنا أبعد رسول الله، فدخل في غزوة أحد وقتل من المشركين ما قتل حتى اجتمعوا عليه وقتلوه جميعا. أمعن فيهم القتل، اتلموا كلهم حواليه قتلوه. فقال والله وجدنا به 84 ضربة ومثلوا بجسده ولم يعرفه منا أحد. محدش عرف أنس بن النضر خالص. 83 ضربة وزيادة أو أكتر، 84 ما بين طعنة وبين ضربة سهم وبين رمح وبين سيف، لم يكن هناك موضع في جسده إلا وفيه طعنة سيف أو طعنة رمح. المهم 83 طعنة في جسده لم يعرفه منا أحد، مثلوا بالجثة إلا أخته الربيع بنت النضر عرفته ببنانه بصوابع إيديه ورجليه بس. شوفوا سبحان الله، لانه قال انا ان شاء الله تعالى هخلي ربنا يشوف مني اللي ما حدش اللي مش هيشوفه تاني من حد، فبر بالقسم بتاعه. فربنا سبحانه وتعالى خلص حبا، كنا نظن انها نزلت في انس بن النضر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه استشهد ومات في سبيل الله، ومنهم من ينتظر كأبي بكر وعمر والصحابة العشر المبشرون بالجنة وغيرهم من صحابة رسول الله، ومنهم من يعيش إلى الآن على ومنهم من يعيش إلى يوم القيامة كذلك. يبقى رجال فيهم إيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقافون عند ذكر الله. تقول الواحد النهاردة يا أخي واحد ربنا يقول لك يا عم لا إله إلا الله وزعلان، يا أخو اذكر ربنا بيبقى زعلان. لما تقول له كده صلى على حبيب النبي كم مرة صلى الله عليه وسلم يبقى زعلان. الله، هو احنا لنا مين غير الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا مين غير ربنا؟ عايزين الإيمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لينا ده يدخل القلوب. إذا دخل القلب إيمان، وخاصة في رمضان، عاش به العبد طيلة الزمان. ليه؟ لأن رمضان ده شهر النفحات كلها، الشهر اللي الإنسان بيتزود فيه من الخير طيلة العام. يبقى من المؤمنين رجال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خشعت لله، صارت في طاعة الله، التزمت بأوامر الله. ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يا سلام لما الواحد يقرأ القرآن وكل ما يقرأ آية كده يقول الله الله على القرآن وجمال القرآن. يا سلام على الآية دي اللي ذكرت في صحابي، الآية دي ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم، الآية ذكرت في زوجات النبي، الآية ذكرت في فلان، الآية دي ذكرت في عذاب فلان، الآية دي ذكرت في كفار فلان، ويمسك الآيات كده آية آية. حلاوة القرآن. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذاق، من صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني الإيمان له حلاوة، له طعم، له تذوق. مش أي إنسان يتذوق الإيمان، مش أي إنسان يتذوق طعم وحلاوة الإيمان. اللي بيتذوق طعم وحلاوة الإيمان هو اللي فعلا أطاع ربنا وعصى الشيطان وعاش في معية الله، ده اللي بيذوق طعم الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لم يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لم يجتهد في غيره. كان بيجتهد في شهر رمضان في العبادة وفي الصوم وفي القيام وفي الزكاة وفي فعل الخيرات وفي الطاعة ما لم يجتهد في أي شهر من شهور السنة، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لم يجتهد في العشرين يوم السابقة في رمضان. يبقى أكتر عشرة أيام كان بيجتهد فيهم في رمضان الأخرانيين الأخيرة اللي هم احنا مقبلين عليهم دول، كان يجتهد فيهم ما لم يجتهد في العشرين يوم السابقة.
إذا دخل العشر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل ويوقظ أهله ويجد ويشد مئزره. العشر ليالي دول الأخيرة في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييهم، وإحنا عاوزين نحيي العشر ليالي دول. اللي عدى خلاص فات، عايزين العشرة دول ما يروحوش مننا بأي وسيلة وبأي طريقة. العشر ليالي دول نجتهد فيهم بقدر ما نستطيع، لأن فيهم ليلة هي خير من ألف شهر. لعبنا وضحكنا وزورنا بعضينا وروحنا فين وجينا منين في الليالي اللي فاتت، الباقيين دول عايزين نخليهم لربنا سبحانه. عشر ليالي في 360 يوم في السنة، عندنا 365 ليلة، منهم عشر ليالي بس نخليهم لربنا، يا ريت بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. أول ما الواحد يجي ينام الشيطان يروح لامم دماغه كلها كده، ويجي من ورا كده ويعقد ثلاث عقد والعياذ بالله، يعقد على دماغك وعلى ودانك وعلى سمعك وبصرك وجسمك، ويكتفك ويكتف ايديك ورجليك، جسمك كله يبقى متكتف. تيجي تقوم للصلاة تلاقي رجليك تقيلة مكتفة مش قادر، تيجي تقوم تلاقي ايديك كأن واحد رابطها، تلاقي دماغك تقيلة مش قادر، تلاقي كل الهوس على في دماغك تقوم تعمل ايه، ما تقوم بعد شويه قوم بعد ما اعرفش ايه بعد عشر دقائق قوم، طب استنى شويه، طب ده انت تعبان النهارده، طب ده انت مريض، ده انت ما اعرفش ايه، تلاقي الشيطان خلاص عقد العقد بتاعته ثلاث عقد، كل عقده يعقدها يقول لك عليك ليل طويل فارقد. نام نام يا عم، ما حدش خد منها حاجه، وبكره صلي ما العمر طويل. فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقده. أول ما يقوم من النوم الحمد لله بقدر عظمته، الحمد لله بقدر إعفائه وجلاله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته. أول ما تقوم من النوم هم دول خلوهم على لسانك على طول، أول ما تقوم احمد ربنا زي ما تحب، الحمد لله بقدر عظمتك يا رب، بقدر كرمك، الحمد لله بقدر جودك، الحمد لله بقدر جلالك، احمد ربنا أول ما تقوم من النوم تنفك عقدة. فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة، تقوم على حيلك بعد ما ذكرت ربنا وقمت اتوضى، كل اللي هتعمله انك يعني انت بتغسل وشك وراسك، طب في بقى غير ايديك ورجليك، ودي نظافة، نظافة، صار اتوضى على طول، بمجرد ما تتوضى العقدة التانية اتحلت. مش كده وبس، ده انت كمان الوضوء هيساعدك انك تصلي ركعتين الضحى، ركعتي الضحى خير من الدنيا وما فيها. الإنسان أصوله يتصدق كل يوم ب 360 حسنة، 360 صدقة. طب معانا منين؟ الصحابة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما معناش يا رسول الله كل يوم نتصدق ب 360 صدقة، نجيب منين كل يوم 360 صدقة نتصدق؟ ما معناش. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قال ركعتي الضحى تعدل ذلك. تخيل بقى لما تصلي ركعتين بس في الضحى، ركعتين الضحى دول كل يوم كأنك تصدقت ب 360 صدقة. ذكرت ربنا اتحلت واحدة، قمت اتوضيت هتتحل التانية، ربنا هيجاوبك عشان تصلي ركعتين اتنين ضحى ب 360 صدقة خير من الدنيا وما فيها، ركعتين الضحى. إذا صلى يعني ذكر ربنا اتوضى صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يعني طب أول ما تعمل دول
تبقى نفسك راضية كده ومطمئنة وطيبة، اتوضيت وصليت ووشك منور والدنيا ماشية زي الفل قدامك ومفيش عقد ومفيش ومفيش، خلاص الوضوء بيفك لك كل اللوغاريتمات اللي في وشك خلاص، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ربنا يعافينا من هذا. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد يدعو الله بخير إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. كل ليلة ربنا بيدي لك وقت، ساعة إجابة، قوم. وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. في وقت السحر يقوموا يصلوا ويعبد ربنا ويستغفروه. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في الزكاة بتاعتهم حق للفقير والسائل وللغلبان. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ده ربنا بيقول. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك رحم الله. يا أخي خد الكلمات دي هيا وحطها في دماغك شوية، دي رحمة ربنا بتنزل اهي. ده النبي اللي بيدعي له صلى الله عليه وسلم بيدعي له وبيقول رحم الله رجلا، دي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام للرجل اللي بيقوم من الليل بيدعي له، بيقول له رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ أهله. جوا مراته قال لها قوم صلي لك ركعتين لله كده، ولا قوم احنا نصلي لو انت ركعتين لله، خلي الخير يدخل علينا وخلي وندعي للعيال ربنا يهديهم كده، وندعي ربنا يباركنا في ذريتنا وفي الدين ويدينا ذريه صالحه ويباركنا في عملنا، قوم صلي. فان لم تقم نضح في وجهها الماء، بل ايده ميك ومشيها كده على جبهتها كده، ما تقوم يا ام فلان خلينا نصلي ركعتين لله، قوم ومشي ايدك كده، مش تجيب كوبايه الميه ونعمل معرفش، لا ده تبل ايدك ميه وتمشيها كده على وشها كده، تحس حتى بنعومه وشها كده، وهي تحس بطمانينه منك، تحس بحبك وودها ومودتك ليها لما تمشي ايدك على وشها كده، تقول قوم يا ام فلان نصلي ركعتين لله انا وانت كده، وقوم الميه سخنه هي ولا الميه ساقعه حلوه هي، وقوم وحببها انها تقوم، مش يقف على حالك بقى وكفايه نوم، ده انت ليلتك مع لمبه لربنا ما كفايه الليل نهار كله والليل كله نايمه ما عملت، طب ده انت لا هتصلي ولا هي تصلي ولا هتعمل حاجه، وان كان في نيتها خير مش هتعمله معاك. لا، رفقا بالقوارير، ده النبي عليه الصلاه والسلام سمى النساء قوارير، يعني زجاجه باللوره حلوه كده ناعمه ما شاء الله، يعني تبص لها كده ترتاح، رفقا بدول. يبقى رحم الله هذا الرجل. يبقى لما الشيطان يعقد على خفيتنا كده نقوم نذكر ربنا، نصلي، نتوضى، كل حاجه تروح، كل حاجه وحشه تروح. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله، يحيي الليل بقيام الليل، يقرا قران، يصلي، يطلع كده يشوف الفقراء والمساكين، يتصدق عليهم، يقول كلمه حلوه، يشوف اتنين متخاصمين يصالحهم مع بعض، يمشي كده هو يشوف الفقراء، يتحسس الفقراء ويتجسس على هؤلاء الفقراء ويديهم ويرضيهم. الانسان يحيي الليل ده بقدر الامكان. معاك كتاب ربنا، اقرا يا عم كل ليله ايه واحده ولا ايتين، وخد تفسيرهم وخد معانيهم واعمل بيهم، رضا عليك. اقرا كل يوم حديث وشوف الحديث ده معناه ايه وقال فيه النبي وايه المطلوب منه صلى الله عليه وسلم واعمل بيه، واحيي الليل ده زي ما تحب، زي ما تحب، طالما في طاعه ربنا. وصح اولادك ومراتك واقعدوا مع بعض كده، اعملوا حلقه ذكر كده، هو كله بيد ربنا سبحانه وتعالى. احياء الليل، ثم يوقظ اهله. قوموا على حيلكم، من يوقظ صويحبات هذه الحجرات؟ مين يصح زوجاتي علشان خاطر القيامه قربت؟ خلاص الساعه قربت، وكل ما الانسان يوم بيعدي من عمره كل ما يقترب من القبر، مش عاوزين نقترب من القبور واحنا كلنا ذنوب. يوقظ اهله، يحيي الليل، يجد ويشد مئزره. المئزر بتاعه اللي هو يعني يرمي البطانيه واللحاف ويرمي، وما كانش عنده بطانيه ولا لحاف النبي عليه الصلاه والسلام، ده كان كل الكساء بتاعه حته قماشه بسيطه يتغطى بيها ويفرشها تحتيه، لكن احنا عندنا كل حاجه النهارده.
عندنا تكييف شغال 24 ساعة، وعندنا مراوح، وعندنا مية ساقعة في التلاجة، وعندنا ما كانش عند الحبيب النبي كل ده وصلى الله عليه وسلم، ما كانش عنده مية ساقعة تلاجات بتسجع مية، ما كانش عنده تكييف ولا مراوح، ما كانش عنده من نعيم اللي احنا فيه، ما كانش عنده عربية مكيفة، كان بيركب جمل ويمشي في الصحراء على رجله، ما كانش عنده من النعيم ده كله، ومع كل النعيم ده مقصرين في حق ربنا، وهم مع كل التقشف اللي كانوا فيه كانوا أحسن ناس أطاعت ربنا. سبحان الله. يعني لو أقول لك النهاردة لو في غزوة زي غزوة تبوك تمشي من السعودية للأردن لآخر بلاد لحد لآخر بلاد دمشق، ويقول لك امشي عشان خاطر على رجليك، ها عشان خاطر في حرب هناك، والله ما تتحرك من بيتكم. هروح فين لما عشان امشي من البيت لحد الجامع عرج وتعبان وهلكان وعاوز حته ظل امشي فيها ومش عارف ايه، وعاوز جامع مكيف، وعاوز اربع وخميس وجمعه درجه الحراره عدت 45 و46 و50 ومش قادرين. طب دول كانوا بيمشوا في صحراء يا اخوانا، ده احنا خدنا الاسلام على طبق من ذهب ومش قادرين حتى نصلي قيام الليل، ولا قادرين نقرا القران بما يرضي الله ورسوله، ولا قادرين نطيع ربنا، ولا قادرين نخلي العيال يمشوا في طاعتنا، ولا نخلي الست بتاعتنا تعمل حاجه خير، ولا مش قادرين. خلاص ده بسبب بعدنا عن ربنا. احنا كرجال ومسؤولين، كل راعي مسؤول عن رعيته، واحنا للاسف الشديد احنا اللي بنديهم اللهو ونقول لهم خدوا العبوا والهوا واعملوا كل حاجه. ليه بس يا اخواننا كده؟ صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله. طب وبعدين ايه المطلوب؟ كان بيعمل كده ليه؟ علشان خاطر يلتمس ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تخيل معايا كده، لما النبي عليه الصلاة والسلام يشوف ان ملك سيدنا سليمان 500 سنة وملك ذي القرنين 500 سنة، وربنا يقول له ياه انت مستكتر الألف سنة دي يا محمد، طب اصبر. ويبص النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي راجل معاه 1000 ولد، كل ولد فيهم يجهز شهر يطلع يقاتل في سبيل الله يموت شهيدا. لما ماتوا 1000 ولد وهو طلع في الآخر مات، قال له انت مستكتر ان ده وقدم لربنا 1000 ولد؟ طب اصبر. بص كده النبي عليه الصلاة والسلام وجد بأن هناك أيضا رجل قاتل 1000 شهر، معاه قاعد يجاهد في سبيل الله 1000 شهر لحد ما مات شهيد، قال له انت مستكتر ده؟ طب اصبر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أعمار الأمم السابقة فوجد أن أصغرهم يموت عنده 350 سنة، 1000 سنة، اللي كان بيعيش 2000 سنة، قال له انت مستكتر أعمار الناس دي وأعمار أمتك صغيرة ما بين 60 و70؟ طيب اصبر. ربنا قال له هدي لك ليلة واحدة يا محمد أفضل من 1000 شهر اللي انت بتقول عليهم دول. عارفين عايزين نجتهد ليه؟ عشان الليلة دي، ليلة القدر دي اللي هي في العشر الأواخر من رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب ليلة القدر دي فين؟ نعرفها ازاي؟ ليلة بلجة سمحاء، رطبة الهواء نقية، توجد فيها بعض من الماء، يعني بالسماء بتدمع بسيط كده، حاجة بسيطة، لا فيها حر ولا برد، ولا لا حرارة ولا برودة، لا دي ولا دي، ليلة وسط لا نباح فيها ولا عويل فيها، ليلة هواؤها طيب، سماؤها صافية نقية، لا يرتكب فيها معصية. هذه الليلة تكون سمحاء على الجميع. سبحان الله. المريض يحس براحة نفسية، اللي جسده سليم يحس براحة نفسية، اللي عليه هموم الدنيا تزال من عليه الهموم في الليلة دي، اللي حاسس بأن قلبه خلاص هيتوقف
كل ده الليلة دي ليلة فيها كل الخير. يعني ده مش كلامنا احنا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. النهار بتاعها الشمس بتطلع لها شعاع عليها، زي ما تكون كده حبال طالعة من بتوص في السماء في الشمس، كأن في حبال جاية من عينيك طالعها على 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 الشمس. لا تلسعك الشمس ولا تحس بيها إلا كأن القمر هو اللي طالع. سبحان الله، تنير الكون لحظة بلحظة، بمجرد ما تطلع كده تلاقي الكون ما نورش مرة، لا واحدة واحدة، وكأن هناك حبال من شعاع الشمس تسقط على عينك. واليوم بتاعها يبقى يوم حلو كده، لا حر ولا برد، وطراوة وزي الفل وتمام التمام. ليلة القدر واليوم بتاعها، إن ربنا بيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، بدأ نزول القرآن في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الأرزاق والأعمار، ويقدر من يولد ومن يموت وكل ده في الليلة دي. يطلع الملائكة السنة دي من أول ليلة القدر إلى ليلة القدر السنة اللي بعديها، الملائكة تطلع على أعمال العباد كلهم، هيموت فلان، هيعيش فلان، هيتولد فلان، فلان ده هيرتكب معصية، فلان ده يبقى عنده طاعة، فلان ده يتصدق، فلان ده هيزكي، فلان ده يبقى أعمال العباد كلها تعرفها الملائكة من خلال السنة دي، من ليلة القدر دي إلى ليلة القدر السنة اللي جاية. إن أنزلناه في ليلة القدر، القرآن بدأ نزوله في ليلة القدر، وقيل ليلة 25 أو يوم 25 رمضان بدأ نزول القرآن. ليلة القدر التي يقدر فيها المولى جل وعلا كل شيء، ليلة ذات قدر لنبي ذي قدر لقرآن ذي قدر، في ليلة ذات قدر يعني ليلة فيها كل الخيرات. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، كل ما ذكر في القرآن ما أدراك يعلمه رسول الله، وإذا ذكر لفظ يدريك لا يعلمه رسول الله. يبقى لو ربنا قال له وما أدراك ما ليلة القدر، يبقى ربنا عرف قيمتها. ما أدراك ما هي، عرفوا ايه هي النار دي، هي وما يدريك لعل الساعة قريب، ما يعرفهاش، وما يدريك لعله يزكى، ما يعرفهاش. يبقى اذا ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لفظ ادراك، يبقى يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ يدريك لا يعرف لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ادراك ما قدر وقيمة هذه الليلة يا محمد، قدرها عظيم عند ربنا. ليلة القدر خير، واحد يقول لك دي تساوي 83 سنة، دي ليلة القدر زي 1000 شهر، لا، ده ربنا بيقول لك خير من 1000، يعني أفضل من 1000 شهر كمان، أفضل من عبادة 1000 شهر. يعني هتقول لي دي هي بتساوي 83 سنة وأربع ومعرفش قدوه بالحسابات بتاعتنا دي، لا، دي هي أفضل من عبادة. وبعدين أنت لو عبدت ربنا 1000 شهر، كم ساعة مقبولة في الألف شهر؟ كم دقيقة؟ ما تعرفش، يمكن الألف شهر كمان مش مقبولين كلهم، مقبول منهم ساعة ولا اثنين ولا يوم أو 24 ساعة، لا ده ربنا قالك دي بقى مقبولين كلهم، ده قالك بقى الليلة دي أفضل، ثوابها أفضل من اللي بيعبد ربنا عبادة مقبولة 1000 شهر. تخيل بقى الليلة دي هاي، عشان ما نضيعهاش، عشان ما نضيعش ليلة القدر، يبقى خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة الملائكة تنزل، أو تنزل ملائكة، خد بالك معايا من الحديث ده، تنزل ملائكة من سدرة المنتهى ومعهم كوكبة ومعهم جبريل، أو كبكبة بجبريل الأمين، معهم جبريل، فيضعون ألوية، علامات أو أعلام، علم على قبري، وعلم على بيت المقدس، وعلم على المسجد الأقصى، وعلم فين الرابع عشان تعرفوا قيمتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم الرابع على طور سيناء. شفتوا قيمتكم عند رسول الله؟ ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة.
الحمد لله رب العالمين. شفت القيمة العظيمة حتى في ليلة القدر. مصر دي ربنا ما يعني ذكرها برضو الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام ما نسهاش في ليلة القدر. يعني أربع أعلام، المدينة ومكة وبيت المقدس ومعهم مصر، محفوظة محفوظة من كل سوء مهما كان. ربنا اللي حافظ مصر. بس ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ما فيهاش خوف، ما تخافوش، الأمن والأمان وكل شيء هنا. طب ليلة القدر أنهي ليلة؟ كلنا بنقول دي ليلة 27، واللي بيقول لك دي في الليالي الوترية، واللي بكل واحد بيقول. تعالوا مع بعض ناخدهم نشوف الأحاديث قالت إيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريتها في ليلة أكون في صبيحتها أسجد بين ماء وطين، فرؤي أثر الطين على درنة أنفه ليلة 21. يبقى أول ليلة، ليلة 21، وجدوا على طرف أنفه وجبهته أثر الماء والطين، فقالوا بأنها ليلة القدر. يبقى دي ليلة 21. وقال الصحابة يرحمكم الله، وقال الصحابة كذلك أيضا: التمسوها في ليلة مطيرة، يعني ليلة فيها مطر، وإننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23 على جبهته أثر الماء والطين. يبقى ليلة 21 وليلة 23. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي الليلة التي نزل فيها القرآن، واليوم الذي نزل فيه القرآن، التمسوها في 24 وفي 25. خدوا بالكم معايا عشان نعرف ليلة القدر امتى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يحلف لا يستثني أبي بن كعب أنها ليلة القدر، الليلة التي أمرنا بقيامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة 27. طيب ماشي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم الليلة التي خرج فيها القمر كشق الجفنة؟ قالوا: نعم. قال: هذه ليلة القدر، والقمر يخرج في شق أو مثل شق الجفنة ليلة 28 و29 وليلة 30، آخر ليلة في الشهر. انت يعني خليت دماغنا. طب ايه كمان؟ التمسوها في 7 الأواخر من رمضان. الله، برضو مش عارفينها. طب ايه كمان؟ التمسوها ليلة 9 و7 و5. وبعدين قال العلماء: إذا بقي من رمضان 9 ليالي و7 ليالي و5 ليالي فيها ليلة القدر، يعني ليلة 22 وليلة 24 وليلة 26. طب ده انت قلت، ده انت جبت الليالي كلها كده، ده ما فيش ليلة اللي ما جبتها. يبقى الشهر، يبقى 10 ليالي فيهم ليلة القدر. أيوة، التمسوها في 10 الأواخر من رمضان. هتقول لي: فلان صامت جاب لنا بيوم، هم عندهم ليلة وترية واحنا زوجية. طب احنا يبقى الليلة الوترية عندنا امتى؟ تبقى عندهم هم وترية واحنا زوجية. طب دول صاموا بعدينا. طب ده لا، احنا بنقول التمسوها في 10 الأواخر من رمضان، نجتهد في 10 ليالي الأخيرة من رمضان بقدر الإمكان، ليلة 21 لحد آخر ليلة في رمضان. الصحابة منهم من رآها ليلة 29. شفتوا، مروا 9 ليالي شافوها ليلة 29، اللي شافها ليلة 30، اللي شافها ليلة 28. المهم 10 ليالي كلهم في رمضان نجتهد فيها علشان نصيب وناخذ ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأواخر ليعلم ما هي ليلة القدر. واحنا على قد ما تقدر، عايز تعتكف بس ما تعطلش مصالح الناس، ما تقولش اعتكف وتسيب بيتك كده وتسيب عيالك وتسيب الدنيا تخبط شمال ويمين. ما روحش اعتكف وما روحش شغل واعطل مصالح العباد. ما روحش اعتكف واسيب العيال يجوع ويصوع. ما روحش ادخل المسجد عشان اعتكف واقول انا عايز ارضي ربنا وانا بعص ربنا في امور جددي هي 20 مره.
ولا 100 مرة، لا انت فاضي ما وراكش حاجة، انما تقول انا اعتكف وهاخد اجازة من الشغل عشان اعطل الناس، ويا عم مش اشكال مفلال هيمضي لي يا اخي، تبقى ماشي في حرام وتقول اعتكف، ولا تروح الشغل تمضي 5 دقايق وترجع وتقول انا اصلا انا معتكف. ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ ايه اللي بنعمله ده؟ انت عايز تعتكف؟ ده الاعتكاف المكث في المسجد بنية مخصوصة بطريقة مخصوصة لذكر الله جل وعلا وعدم المعصية. طب ده انت بتعصي ربنا قبل ما تدخل. طب ما انا ممكن اعتكف، ادخل الجامعة اول ما ادخل من الباب اللهم اني نويت الاعتكاف، خلصت الصلاة وطلعت افك الاعتكاف، يبقى انا اعتكفت في الفترة اللي انا دخلت صليت فيها، هدخل اصلي القيام والعشاء اللهم اني نويت الاعتكاف، ادخل وانا بصلي العشاء والقيام والشفع والوتر وصلي وانا معتكف، طلعت خلاص اتفك الاعتكاف. يبقى انا ممكن اعتكف في اليوم 100 مرة بس اقضي مصالح العباد، ما تروحش ادفع لي ما اعرفش 250 ولا 300 جنيه ولا 10 ادفع قد ايه، وتبقى الريحه عامله الدنيا والمساجد ما اعرفش فيها ايه والدنيا معموله فيها ايه واللي يدخل ما اعرفش ليه. ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. عايزين نخلي بيوت ربنا انظف مما يكون في رمضان. الاعتكاف للرجل في المسجد وللمراه في مسجدها في بيتها. الست اللي عايزه تعتكف نقول لها عندك الاوضه ها اعتكفي فيها يا ستي براحتك، واطلع من الاوضه اعمل اكل وشرب لجوزك ولعيالك وتمام التمام، وكل ما في الامر ان انت لا هتختلطي بالدنيا ولا بدا ولا بدا، وزوجك مش هيقرب لك، واعتكفي في الاوضه دي هي. ما في ستات تقول لك عايز اعتكف، ماشي يا ست اعتكف، لكن تقول راح اعتكف في المسجد، لا اقعد في بيتك احسن، اقعد اصلا ما تروحش تصلي في البيت في المسجد اصلا، صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في المسجد. الراجل احتكافه في المسجد عشان نلتمس الليلة دي. نسأل المولى جل في علاه ان يكتبنا عنده من سعداء ليلة القدر. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعطينا حديث السيدة عائشة، أي ليلة هي يا رسول الله ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا عفو ويا كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اكتبنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اكتبنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اكتبنا من الذين تقبلت صلاتهم وصيامهم وقيامهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم حافظ على بلدنا وعلى مصرنا وعلى جيشنا وشرطتنا يا رب العالمين، وحافظ على مصرنا الحبيبة يا رب العالمين، واجعل رمضان هذا يعود علينا أعواما عديدة ومديدة يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأنكم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. استودعتكم الله يرحمني ويرحمكم الله، واسال الله جل في علاه ان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى
مطلع الفجر. الله أكبر، الله أكبر.